متابعي قناه حنبال، عسلامتكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج وين ماشيين. وين ماشيين اليوم حلقه جديده، موضوع جديد، و10 ايام تقريبا يفصلونا على شهر الفضيل، شهر رمضان. ان شاء الله يا ربي نصوموه بالصحه وبالعافيه وبخير، وان شاء الله يتعدى علينا سورتو. دونك 10 ايام كما قلنا يفصلونا على شهر رمضان، جمعتين عديناهم من انطلاق الحمله ضد الاحتكار. خلينا نشوفوا اليوم بعد جمعتين شنو احوال هالمواد هذيا، اسكو توفرت لا موجوده لا النقص مازال لا. خلينا نعملوا دوره ونتابعوا مع بعضنا، يلا تابعوني. يلا مجد، ما هي حمله واحتكار وفرينه وسميد الدنيا، هاو شيء خيرات ربي ما شاء الله. وين ما لقيناهش الفارينة والواحد ما لقيناهمش باش ناخذوا فماش بالكل. عندنا جمعتين من الحمله، تدور على العوينه الكل، ما تلقاش فيها لا فارينة لا سميد لا حتى شيء. زيد السميد زيد الدقيق. زيد السميد زيد الدقيق. ماشي الخدمه ان شاء الله، الحمد لله يا رب. احوالنا هالايامات هذوما، تو جمعتين من الحمله ضد الاحتكار على الفارينه والسميد والسكر، انتم مش عاملين؟ المنتوجات ناقصه، باقي برشا مش جمله. رمضان قريب ان شاء الله، ربي يستر وكاو. رمضان قرب والفارينه ما فماش والسميد ما فماش، الزيت ما فماش، السكر ما فماش، اللي تسال عليه كله ما فماش. فما تحسن خير من قبل، اما مانيش اللي كما تحب مثلا انت باش تستهلك يومين 10 شكاير، ما تنجمش ترسيلك تنقص تخدم 6 7 باش تلقى باش تخدم غدوه. مش هكا تطلب مثلا من فابريكا نقولوا 5 ترانت يبعث لك تورناتا وتقعد تستنى نهارين ثلاثه، ما تعرفش تجيك بعد نهارين ثلاثه ما تجيكش انت. تو عندك شكاير شكاير 20 هذوكم سبيسيال، هاي هذوما تو خدمه اليوم، نستناو غدوه هذاك، نستناو غدوه باش يبعثون. حتى نص النهار تقعد هكاك؟ نقعد هكاك، ما عنديش خيار. صحيح مش متوفره وماهيش ما فماش جمله واحده، ماهيش متوفره كما نحب. وريتم الخدمه بارابور على العاده ماشي ليه؟ نحس العباد ولات ملهوفه على شريان الباقيات، اللي كان يشري في زوز ولا يشري في ارب بصراحه. كاينو باش يشوف الدنيا باش تقف، وهو نورمالمون ياخذ كان اللي حاجته به، زايد لا. انا شقيت له حسابه. لا بحول الله لاباس. ما شاء الله عندك معناها خيرات، الخبز، الحلو، الملح، كل شيء. متوفر كل شيء، لا لاباس. لا لاباس، الاسوام زادت واحنا توا حرنا باش نزيدوا في السوم ولا ما نزيدوش. اذا ما نزيدوش البينيفيس تاعنا باش ينقصوا باش نتعب. كيف باش تزيد الناس باش صحيح، ما حرنا بصراحه. وين ماشيين بيان سور الموضوع الساعه اللي هو التولو في هالفارينة وهالسميد وهالسكر. صورنا حلقة قبل لونتخ بارونتيز، حكينا خذينا شهادات، صورنا البرودكسيون، صورنا الستوك، شكون قال لك انا مازلت خرجت من بوشوشة، العباد توقفت، العباد فكت لها سلعة. هيا بعد جمعتين وقبل جمعة واكثر شوية على رمضان، شنو احوالكم اليوم؟ هانا زيد شي هالي برودوي مازال ناقص، باقي ناقص. كي نعديو سلعة مثلا نقول لك ناقص، ما عنديش توا فرينة باش نعطيك هذي باش نعطيك هذيك، ما عنديش زيت، ما عنديش برشا سلعة ناقصتنا، فهمت؟ زيت زادة؟ الزيت كل شيء، زيت العظام الفرينة السميد لي ماتير بريمير الكل اللي نخدموا بهم. سميد ما فماش، بالاسم يقولوا موجود موجود موجود، لكن هو ما فماش لا سميد لا فرينة لا حتى شيء، يعطيوك كان اللي حاجتك به. معناها تو مثال، تو برشا ناس نحن باش نخدموا نهارين ثلاثة أيام في الجمعة، احنا قرب 30 عائلة هنا، فهمت؟ معناها حتى المعلم ما يساعدوش. والله احنا مشكلتنا كباتيسخي ما نلقاوش سلعه، واقفين برشا على الفرينه على الزيت، الزيت توا اكثر من جمعه متوانده ما فماش فرينه، كيف كيف سكر ناقص، معناها سميد واحلي ويزيد من فوق، يجي ساعات كونترول يجي، معناها يجي يثبت يشوف ما فما حد شيء، وباقي يعطلك يزيد يعطلك يزيد يقول لك عليه. ما قلقتش مدام منها الحكايه؟ انا والله فدت. والله على الاخر، والله على الاخر الناس الكل فاده، الناس الكل قلقه بالحق. يعني انا نحط روحي في بلاصه الباترون هوني، كان واحد اخر يمكن راه سكر ومشى. أه
دونك كيما سمعت وراء الجماعه اللي تخدم في الباتيسري وفي الكوش، مشكل النقص في المواد الاساسيه لليوم مازال بعد جمعتين من الحمله ضد المحتكرين. وحنا متعدين هوني من اوربان نوغ نلقاو باتيسري جديده اوفرتور اليوم. فهمنا اللي هو الاوفرتور على خاطر فما مزيكا وفما عبيد ملمومه وكل. في المومون هذايا وفي الوضع نتاعنا نتاع بلادنا اليوم وفي المواد الاساسيه اللي ما فماش باتيسري تحل جديده اليوم قبل بجميع 10 ايام من رمضان، حاجه تستحق ان ندخلوا ونصوروها ونحكيوا مع مولاي الباتيسري. يلا تبعني مجدي، مرحبا. يلا الضحكة هذيا نورمالمون باش تطلع مولات الباتيسري هكا. مرحبا. مرحبا. مبروك عليك. عايشك يبارك فيك. ميرسي بوكو. شنو اسمك؟ اسمي سناء بوعزيز. شنو قداش عمرك سناء؟ عمري 28 عام. 28 عام، صغرونا مازلنا صغيرونا. قل لي سناء، موضوعنا اليوم احنا حكينا جمعتين التالي على المواد الاساسيه وفقدانها من السوق والاحتكار، وقاموا بعمليات محاربه المحتكرين وناس توقفت وتشد ستوك كبير نتاع المواد هذيا. اليوم رجعنا بعد جمعتين نشوفكم اسكو المواد هذيا توفرت ورجعت في السوق ولا عملنا دور على باتيسري. واحنا متعدين نلقاو باتيسري ونلقاو اوفرتور في الظروف هذه، اي سورتو مع وحده جون 28 عام، معناها حاجه نصورها مش سهله حتى طرف بالظروف نتاعنا اليوم سناء. الله غالب بلادنا وصلت للظرف هذا اللي فريمون معناها لي برودوي دو اللي نستهلكوهم كل يوم ماهمش موجودين. مالوروزمون دو سادابتي. فرينا بالفكين، السكر بالفكين. من الاول بديت باش تفك. انا بديت من الاول، انا ما لقيتش ما نفك، انا المشكله من الاول ما لقيت ما نفك. دونك الحق نتاع ربي بوتيتر زاد جيتي اوبليجي اني ناجوستي شويه لي روسيت نتاعي، نحاول جو مينيميز ديجا لوتيليزاسيون نتاع السكر في لي جاتو، في نحاول نلقى كوا ان برودوي دو سوبستيتيسيون كوا. نحاول تكتيك نتاع جونيس هذا. لازمك في عوض سكر تحاول تتعوض بحاجه اخرى بتاتخ. بون مش نفس الافي، اما اون بليس اغلى شويه من لم السكر. قولي سناء، مسالش خلنا نعملوا معاك، خلنا نطول معاك الحكايه، خلنا نطول معاك الحديث. كيفاش جاك الكوراج اليوم باش تحل باتيسري اليوم؟ وقلنا قبيله ومازلنا نقولوا رانا مازلنا متفائلين وراهي تونس غدوه بحول الله خير، لكن اليوم نعيشوا في ظروف صعيبه على الناس كلها وعلى على السبيسياليتي الكل، وتلقى الناس كلها تعاني والناس كلها تتشكى. انت في العمر هذايا وفي لي كونديسيون هذوما، كيفاش جاك الكوراج باش تحل باتيسري اليوم سنة؟ والله خاطر اول حاجه نحب الباتيسري، نحب برشا الباتيسري، وتغربت على خاطر وقعدت 3 سنين في فرنسا وقريت وتمرمت وجيت وخدمت الكل. دونك في الاخر ابريتو اون بليس جيت عندي كل شيء باش اني نحل وحدي، عندي لو سافوار فير، عندي الفلوس، عندي الجهد، نعرف روحي كابابل باش اني نحل باتيسري وحدي. دونك جي عندي كل شيء، علاش ما نحلش؟ وسيرتو كي نغزر في لي باتيسري في تونس، بوكو با، معناها شنو هي الحاجه اللي باش توقفني؟ شنو هي الحاجه اللي باش تخليني ما نجمش نحل باتيسري كيف ما انا نحب الكاليتي اللي نحب عليها؟ سورتو الكونسيبت اللي انا عملته سي با كو دو لا باتيسري، معناها سي دو لا باتيسري سناكينغ فينوازري. زاد خدمت مع شامبيون دو موند اون فينوازري بوندون ان ان في فرنسا، دونك سي ان بوان فور بالنسبه لي انا. وقريت كونتابيليتي وماستر انجينيور اون فينونس، وقريت بي تي بي اون باتيسري، وخدمت وتغربت من بعد باشلور 3 ans. دونك فريمون خدمت برشا وانا صغيره. تستحقوا باش ندخلوا لكم باش نصوروكم باش نقفوا معاكم. اما ريالمون مينياتور نتاع عبد عمره 35 عام يعني تاع اكسبيريونس تاع خدمه. سي جودي من صغار مازلنا حربيين. لا افيكتيفمون. سناء قداش عندك من واحد يخدم هوني؟ قداش تخدم السوسيتي نتاعك؟ الكل تخدم سي بريس بيرسون. هيا مبروك عليكم المحل. يعيشك. خدمة جديدة. إيه. إن شاء الله. البركة إن شاء الله. يعيشك. قل لي، إحنا نحكيو اليوم على وضعية نتاع فرينة وسميد وسكر وزيت وهضم والجو هذاك الكل، حاضر ليه أنت الجو هذا في خدمة جديدة؟ حاضر إيه. حاضر. كيفاش حضرت؟ ما واحد يخدم بالموجود. نحاولوا نتأقلموا، نحاولوا نشوفوا حاجات ما فيهمش فرينة ما فيهمش سكر، نحاولوا أن نشوفوا نوافقوا ما بيناتهم.
مبروك عليكم ان شاء الله بالرزق ان شاء الله. نتقل كل ان شاء الله وربي يجيب القسم. امين. سيبوها شنو تقول لها سلام؟ قال ربي نشحك وربي يعطيك الوقت الطيب. انا شكو جيب بفير عملته قريت تربيت طلعت وصرفت وهاني عملت المشروع هذا وان شاء الله هي ربي يجيبها في الصواب وبقدره الاله ان شاء الله. نتمنى لها النجاح من كل قلبي. سي با فاسيل باش تعمل مشروع كيما هكا راه تحب له برشا صبر وبرشا تعب وبرشا اصرار خاطر في وقتنا تو باش تعمل مشروع راهو سي با ايفيدون معناتها الدنيا صعبت وبعض المشاريع ما عادش حاجه دوني معناتها يلزم عبد يكون بالرسمي شدد صحيح في حلمته. الدومين هذايا الدومين نتاع اللي يستحق العظام والفرينه والسميد والسكر والله صعيب على الاخر معناتها هاي تو هاي جات تحلم مسكينه هالفرينه تقطعت هاي السكر تقطع مي هي مصره وتلوج وفين الركبه كيما نقولوا احنا. بصراحه انا فخوره بها على الاخر على الاخر على الاخر والله. احنا نشجعوا باش يحلوا نشجعوا باش يجلبوا اليد العامله نشجعوا معناها كل واحد مبتدئ نشجعوه ان شاء الله. احنا نقولوا بلادنا ان شاء الله تمشي من احسن لاحسن. ديما عندنا امل انا ديما عندي امل في البلاد كوني مش تقدم. علاش انا وقفت هوني وصورت هوني وكما قلنا بروجي اليوم باش يحل ماهو سهل حتى تعرف نتصور. لا انا عندي امل وعندي امل كبير ياسر وحلم الشباب يلزمه يتحقق وان شاء الله قدرة ربي الرئيس نتاعنا يشوف ويرى الشباب اش قاعد يعمل في ظروف هذه اش قاعد يعمل واش قاعد يقدم. يلزمه ما ينجمكمش يشجعهم وما ينجمكمش يدزهم وما ينجم يقول انا نعول على الشباب بالحق يعول على الشباب فريمون في ظرف كيف هذه هي حلت شابو با على خاطر برشا ناس ما تقدرش تعملها اللي عملته هي وانا متاكده اللي هي باش تنجح على خاطر نعرف انا البوتنسيال نتاع اختي شنو ونعرفها كي تحط في قلبها كيف باش توصل. ما هميش خوف خاطر اكبر عائق في الدنيا هذه هو الخوف. هي الخوف قتلته وقاتلك ننجح بقدره ربي وجو فونس وان شاء الله يا ربي فما كان الخير وان شاء الله ربي يرزقها ويعطيها ما تتمنى. ان شاء الله ربي معها ان شاء الله ربي يوفقها. هي اخذت الكوراج وقدرة ربي ما فما كان الخير. نحب العبيد كي تاكل تقول ما بنها. نحب العبيد زادة تلقى اسوام بلوز وموا معناها مقبوله خاطر اللي نرى في اسوام زادة غاليه برشا. نعرف لما تحكي جاتو ب 10000 راهي ولات تتباع في تونس كابت الجاتو ب 10000 مقطوعه نعرف ونعرف اللي فيها برشا خدمه وتعب وفما كو برشا والكل مي سا مارش با افيك لو بوفوار داشا نتاع التونسي في الايامتنا هذا دونك يلفو ان سيغتان مومون يلفو اتر ريزونابل كوا. ما تعمليش جاتو ب 10000 وسامحني كيما نقولوا السميق نتاعنا اموره تعبه شويه البوفوار داشا نتاع الكليون ولا ما عادش هو دونك نحب نعمل حاجه بنينه او ميم طون باهيه في مقدور بلوز او موان الناس المتوسطه التونسي وان شاء الله الناس الكل تبدا فرحانه. ان شاء الله الناس الكل تبدا فرحانه اي سورتو انت يا سناء تبدا فرحانه. سناء قالت كل شيء. سناء معناها حكيت على ان بوان تري امبورطون اليوم للسويم اللي شاعل نار 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 ما نستغلوش الوضع نتاعنا اليوم نتاع فقدان السكر والمواد هذيا باش نشعلوا النار في اللي جاتو واحد دونك نكونوا نخموا في التوانسه الكل خلي الناس كلها تحلي والناس كلها تاكل حاجه بنينه. دونك سناء حكيت في كل شيء. قلت لكم مازال فما امل وراهي بلادنا غدوه خير. من الناس اللي قالت لك تغربت وتعبت وصار 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 لبرا جيت اليوم نحب نحل بروجي في بلادي في لي كونديسيون هذوما نتاعنا اليوم امل كبير ما نايسوش ما نوخروش. سني وغيرها عندها برشا تفاؤل الغدوه ان شاء الله باش غدوه تونس خير بسني وبغيرها. هكا كانت حلقتنا اليوم من برنامج وين ماشيين من هوني الحلقه قادمه ونذكركم ان زاده باش نتواصلوا في رمضان ان شاء الله وباش نمشيو هكا شويه ولايه ونشوفوا مواضيع مختلفة. دونك من هوني الحقيقة قد ما قال لكم سبحان الله خير. إلى اللقاء. سلامة.